مشاهدينا النهاردة بنقابلكم من داخل محافظة أسوان، ومعانا شاب مثال للشاب الطموح اللي بدأ خطوة بخطوة مشروعه. يعني أنا معاكم هعرف التفاصيل أكتر. احنا جينا هنا أسرة البرنامج اتفاجئت إن في مشروع يعتبر مشروع صغير وكبر ما شاء الله، يعني زي ما أنا شايفة. احنا اتفاجئنا بالمكان، اتفاجئنا بالناس اللي بتتردد على المكان. لما سألنا مين صاحب المكان ده فقالوا لنا عبد الله. نتعرف بقى على عبد الله. مليون مليون سلام يا مبدلي للنوم عمل، مليون سلام يا مبدلي للخوف عمل، مليون سلام يا مبدلي للنوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور مهدي وعرق طول ما المكان يفضل يدور، يفضل يدور راح يتسنى. لا يوجد تعريف جامع شامل للمشروع الصغير، وقد اختلفت النظرة العلمية والعملية بصدده. ذلك لأن مصطلح المشروع الصغير يحمل بين جوانبه العديد من التساؤلات، منها نوع المشروع الصغير، الحد الأدنى والحد الأعلى للعمالة، توزيع منتجات المشروع، علاقة المشروع الصغير بالتصدير، طاقة المشروع الصغير، جودة منتجات المشروع الصغير، شكل الإدارة والتنظيم في هذه المشروعات، المستوى التكنولوجي المستخدم في المشروع الصغير، شكل المشروع الصغير من الناحية القانونية، صورة المشروع الواقعية، مصنع، ورشة، أم منزل. وكل هذه معايير من وجهة نظرنا تسهم في تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة. أهلا بيك يا عبد الله. أهلا وسهلا. عبد الله، يعني أنا طبعا فخورة بيك، والناس اللي موجودة هنا كلها مبسوطة زي ما أنا شايفة معاك يعني ومع المشاهدين. والمكان جميل وحلو قوي ومناسب لجو أسوان، والناس بتحب الأماكن الأوبن يعني المفتوحة، ما بتحبش يعني ناس كتيرة بتميل للأماكن المفتوحة. فأنا عايز أبدأ معاك بقى من الأول خالص، يعني لما أقول لأ يعني عرفني على عبد الله أكتر. دراستك ليها علاقة بالمجال السياحة او بمجال دراسة ادارة اعمال مثلا او حاجة زي كده، ولا الموضوع ملوش اي علاقة؟ قولي كنت اخبارك ايه في المدرسة يعني. كويس الحمد لله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اسماء وسلم اجمعين. انا والله عبد الله حسن عبد الله، مواليد 97، خريج سياحة وفنادق ونظام 5 سنوات، فندقي، نظام كله فندقي بالضبط. انا كنت غاوي مجال المطبخ جدا جدا جدا، يعني حصلت ظروف بمعنى اصح ودخلت قسم غير القسم اللي انا كنت غاويه، بس كان عندي اراده ان انا اوصل للمكان بتاع المطبخ ده. فنزلت تدريبات، اجتهدت على نفسي كده ونزلت تدريبات في فندق، ونزلت تدريبات في كذا فندق كتير في اسوان. اللهم لك الحمد يعني وصلت لمرحله كويسه وبوزيشن كويس. خلال الدراسه بقى ولا بعد ما خلصت؟ خلال الدراسه. خلال الدراسه بالظبط. وخدت بوزيشن كويس في الفتره اللي انا بدرس فيها، ضغطت على نفسي ما بين المذاكره وما بين التدريبات. اللهم لك الحمد يعني تعلمت كتير لحد لما طلعت من الدراسه. انا عايز اعرف بقى اتعلمت ايه علشان نعرف اول خطوه بقى اتعلمتها. اتعلمت ايه؟ نزلت الاول تدريب في المجال المطبخ. اول حاجه طبعا الشاب لازم يجتهد يجيبها من تحت، اللي هو النظافه الاول، تتعلم الاول ازاي النظافه بتاعتك، النظام بتاعك، تبقى تحت احترام الاول الشيفات الاكبر منك، والاسلوب التعامل ازاي مع الناس. بعد كده دخلنا في المجال المطبخ، ان احنا نمسك ايتم ايتم ونبتدي واحده واحده بالسكينه، نتعلم ازاي مسكه السكينه، الكلام ده كله. اللهم لك الحمد لحد لما وصلنا لمرحله كويسه، وبقينا نمسك ايتمات ونوزع اوردرات من احنا وسننا. بقى يشجعونا ان احنا كشباب صغيرين، خد انت فنش الاوردر، الشيف يدينا الاوردر ان احنا نفنشه قدامه عشان خاطر ياخد فيه ثقه، حتى لو مش قاعد في المكان يبقى خلاص واثق ان الشاب هيطلع اوردر زي ما الشيف بالظبط بيطلع.
فالحمد لله يعني لغايه لما خلصنا دراسه. بعد كده اخذت خلصت فتره الجيش بتاعتي. اول ما خلصت فتره الجيش بتاعتي على طول نزلت تدريبات في فنادق برضو من خبره الناس القديمه، قالوا لنا ان انت لازم لما تنزل شغل تنزل تخش على كذا حاجه مع بعض، يعني تنزل شغلانه في مكان تاخد فيها شهاده خبره، تتنط على حاجة أكبر منيها تاخد شهادة خبرة أكتر، هكذا اللهم لك الحمد. سمعنا من الأكبر منينا ونفذنا زيهم. دخلت في بواخر، اشتغلت في كذا بقى، ذكر أسماء يعني قولي اشتغلت في بواخر ده. اشتغلت في بواخر مختلفة أخد شهادات الخبرة. بعد كده نزلت فندق هنا أولد كاتاراكت أسوان، أخدت فيه 3 سنين، بس كنت باخد السيزون هنا مثلا واخد السيزون الثاني في فندق بورتو مارينا في الساحل الشمالي، استفدت خبرة برضه أكتر، اخد سيزون هنا وسيزون هناك لغايه اللهم لك الحمد يعني وصلنا لمرحله كويسه. فجي في دماغي دخل طبعا دخلت فتره كورونا، الفنادق كلها وقفت والدنيا كلها وقفت، فانا قاعد والله الهمني الله عز وجل الفكره بتاعت مشويات، فجبت نظام برميل كده اللي هو البرميل العادي، نظام البرميل العادي جبته كده صممته عادي خالص ده، اخدته وديته عند حداد كده وصممته على هيئه شوايع، فتحت في الشارع. مبدئيا كنت ما توقعتش ابدا ان هيجي عليها الاقبال كده، ففتحت في الشارع اللهم لك الحمد الاقبال كان شديد جدا على الموضوع والناس عجبتها جدا المشويات بتاعتي. مشويات في الشارع هنا في اسوان؟ بالظبط. نزلت ابتديت الاول بالكفته والحواوشي بس، فاللهم لك الحمد يعني سمع معايا جامد الموضوع، وواحده واحده ابتديت اطور، فتحت لي مطعم، ومن المطعم الناس المكان اللي انا فيه كان كله شباب بس طبعا يعني، فالسيدات طبعا برضو كان عايزه الموضوع تهتمي بيه، عايزه لهم حاجه كده برضو تبقى بعيد عن الشباب، ففتحت لهم والله برضو المشروع هنا في الجنينه بيبقى سيدات وعائلات وكله مع بعض يعني. عندك منيو هنا بقى وبتقدم اكلات مشويات وكده؟ بالظبط حاجه زي كده. فهو يعني لازم تاني بقى بتاع الشارع ده قفلته خلاص الموضوع، المشروع الشارع قفلته لسه عشان خاطر كان في تجديدات في الطريق والمحافظ طبعا كان بيجدد في الطريق والمكان نفسي اتقفل هناك. فاللهم لك الحمد يعني ربنا رزقني بحاجه افضل واكبر والاقبال عليها اللهم لك الحمد يعني شديد. وكل ما في الموضوع انه لازم الشاب طبعا يجتهد على نفسه جامد، اي نعم هيعاني وهيقابله حاجات كثيره معاناه، بس ما يرمي الظروف دي كلها ورا ظهره ويجتهد يركز في اللي هو عايزه وان شاء الله هيوصل له. كنت بتحبط ساعات يا عبد الله كده تقول لا انا خلاص يئست انا مش هقدر اكمل الحاجات دي؟ طبعا في فتره بتيجي عليك بتبقى خلاص تعبت ومش قادر، تحس ان مش فيش حد واقف جنبك، بس يعني انت لما تيجي على نفسك جامد وتجتهد اكتر كل ما ربنا هيديك والله اكتر واكتر. فيعني اللهم لك الحمد يعني الواحد جه فتره يئس فيها، وطبعا مع زياده الخامات والكلام ده كله، فالواحد بالظبط الواحد جه على نفسه جامد. ما ينفعش طبعا اجي على الزبون برضو يعني كتر خيره في رغم الظروف اللي احنا فيها دي، جيت على نفسي يعني نسبه صافي الربح بتاعتي اي نعم قلت، بس ما زعلتش الزبون مني واستمريت على نفس الشيء يعني اللهم لك الحمد. كبرت المشروع بتاعك بقى من مشويات لحاجه تانية مع المشويات يعني، ولا استمريت في نفس الخط؟ طبعا اصناف كتير عن المشويات، انا ابتديتها زي ما قلت لك الكفته والحواوشي بس، بعد كده ابتدينا ننزل الفراخ وننزل الشيش طاووق ونزلنا البنيهات الجاهزه، نزلنا الاستريبسات اللي هو الفريش كله فريش، وضفنا اصناف كتير، نزلنا الكريبات برضو، ودلوقتي ابتدينا ما شاء الله ننزل الحلو، ودلوقتي برضو الشيف لؤي ما شاء الله برضو شاب مجتهد برضو يعني جابها نفس الحكايه كده من الارض برضو زي حالتنا كده من الشباب المجتهده ما شاء الله بتاع. فعجبتنا الفكره ان احنا الاثنين يعني كنا جايبينها من الارض، فحطينا حبينا نجمع كده الميكس عشان خاطر نبقى يعني قدوه لشباب كثيره ان هي تتحفز وتجتهد على نفسها، واي حد بيجتهد والله ربنا بيكرمه والله فعلا باذن الله. طبعا
طيب عندكم دليفري هنا بقى ولا؟ دليفري، في دليفري على الصفحة بتاعت المطعم. دلوقتي المطعم اتعمل له صفحة وعليها الرقم بتاع المطعم، وبيبقى فيها تواصل مع الزبائن على طول، والدليفري على طول شغال. الزباين القديمة بقى بتاعت البداية خالص بتجي لك هنا؟ طبعا على حد الآن فرحانين بينا والله، يعني حتى الناس ما شاء الله فرحانة بينا، ان هي ان في شباب لغايه دلوقتي بيجتهدوا، يعني في ناس لغايه دلوقتي بتذكر لي انت ايام ما كنت فاتح في المكان الفلاني ما شاء الله عليك انت وصلت. اي نعم، في فتره اختفينا فيها اللي هو الفتره اللي احنا كنا بنجتهد فيها عشان ننزل فيها اصناف، بس لما الناس شافتنا كده بنظره بس ان انت الشاب اللي كنت فاتح ما شاء الله عليك وصلت لمرحله كويسه، فالكلام ده كله طبعا بيفرح الشخص، بيفرح الشخص. عدد العاملين في المشروع الصغير كما أشرنا مسبقا عن مفهوم المشروع الصغير ومتناهي الصغر، فإن من أهم خصائص المشروعات الصغيرة قلة عدد العاملين فيها، ولا يوجد مقياس محدد يتم الاعتماد عليه في هذا المجال نظرا لاختلافه من دولة إلى أخرى. ففي اليابان مثلا يعتبر المشروع صغيرا إذا كان عدد العاملين به أقل من 50 فردا، ومن 50 إلى 99 يعتبر مشروعا متوسطا، وأكثر من ذلك يعتبر من المشروعات كبيرة الحجم. وفي الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون عدد العاملين أقل من 25 عاملا فإنه يعتبر مشروعا صغيرا. وفي مصر يرى جهاز الحرفيين أن المشروع يعتبر صغيرا إذا عمل به أقل من 10 أفراد، في حين ترى وزارة التخطيط في تعريفها للمشروع الصغير أنه المشروع الذي يعمل به أقل من 50 فردا. وهكذا يتضح عدم وجود مقياس محدد لعدد العاملين في المشروع الصغير ومتناهي الصغر. مليون سلام ينبتلي للخوف أمل، مليون سلام ينبتلي للنوم أمل، مليون سلام ينبتلي للخوف أمل، مليون سلام ينبتلي للنوم أمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام، مليون سلام. قول لي بقى كمان، يعني انت هل خدت قروض؟ يعني الدولة بتقدم او الحكومة بتقدم قروض للشباب، تيسيرة للشباب؟ يعني هنا المكان ما شاء الله برضو انت مأجره هنا من المحافظة صح، بسعر اسعار بتبقى اسعار الى حد ما متهاودة او في متناول الشباب يعني، فانت خدت قروض قبل كده او كده ولا اعتمدت على نفسك؟ والله انا ما يعني ما خدتش قروض خالص، بس انا ابتدي المشروع على قد المقدرية اللي معايا. انا ابتديتها يعني المقدرية، يعني عايز اقول لك انا والله ابتديت المشروع يعني ب750 جنيه بس. اقول لك يعني ب750 دي اللي انا قسمت نفسي ان انا صممت بيها البامير والباقي جبت بيه لحمة. فابتديت دلوقتي اللهم لك الحمد لما سمعت جامد ابتديت اجيب لي شواية كبيرة، ابتديت اجيب لي فريزرات، ابتديت يعني الموضوع ابتدى يتطور معايا وهكذا. فيعني مش شرط اللي هو تبتدي مشروعك بحاجه فخمه او تصرف عليه جامد، لا ممكن بحاجه بسيطه وفكره بسيطه ربنا يكرمك من وسع كمان. واللهم لك الحمد انا ابتديت مشروعي بحاجات بسيطه لغايه لما كبرت نفسي بنفسي بفضل الله عز وجل، ابتديت اجيب خاماتي واجيب حياتي وكل مره اكبر اكتر وهكذا، بس الحمد لله. يعني والله في حاجة جميلة جدا، هو فرق بين حاجتين حلوين قوي، فرق بين التوكل والتواكل اللي احنا بنتكلم عليه دايما، ان هو دايما متوكل على ربنا، دايما بيقول الحمد لله زي ما هو بيقول كده، بدأت بحاجة بسيطة الحمد لله، بس في نفس الوقت ما عادش في البيت وقعد يقول يا رب ارزقني يا رب يجي لي شغل، يعني هو لا، هو سعى وبدأ بحاجات بسيطة جدا. انا ببقى مبسوطة جدا لما بيبقى معايا نماذج زي عبد الله بجد بتمنى لك التوفيق. بس قبل ما اختم معاك عايز اعرف ايه الخطوة اللي جاية بقى؟ والله ان شاء الله افكار الناس الكل، احنا برضو بنجمع الزبائن بتاعتنا برضو مع بعض كده في جروبات، وفي بنستشيرهم في اي حاجة جديدة، يعني مثلا اي حاجة عايزينها جديدة بنستشيرهم في الشيء وبننفذ على حسب الفكره اللي عايزها الزبون بتاعنا، فبنستشير بعض. وان شاء الله كل ما بتطلع مثلا فكره جديده، يعني موضوع البسطه دي يعني ناس كثيره طلبت مني ان انا اعمل لهم بسطه مكرونات، وعملت لهم بسطه الحمد لله ومبسوطين بيها جدا برضو، اللهم لك الحمد. وبرضو موضوع
الاستريبسات والبنيهات الحياة اللي انا عايزينها من ايديا عملتها لهم برضو نفس الحكايه اللهم لك الحمد. والحلو برضو ضفناها لهم برضو في المنيو. معاك شيفات هنا بتساعدك؟ معايا طبعا اخواتي الصغيرين طبعا بيساعدوني في المكان، ومعايا الاستاف بتاعي ما شاء الله عليهم من ساعه ما فتحت هم مش سايبيني بصراحه، ومعايا خطوه بخطوه بصراحه هم برضو يعني. معاك شريك هنا؟ معايا اهو دلوقتي الشيف لؤي دلوقتي اللي دخل معايا في المكان، وهو دلوقتي بنطور فيه مع بعض ما شاء الله. والشيف لؤي مثلا ممتاز ممتاز جدا في السوشي برضو، اول ما ندخل السوشي في اسوان واجتهد على نفسه جامد، وبرضه جت له ريفيوهات سلبيه بس ما تحبطش اللهم لك الحمد. ابتدى يستمر على نفس المستوى لغايه لما بقى ليه اسم كبير وبقى ليه زباينه كبيره برضه اللهم لك الحمد. فاندمجنا كده الاسمين مع بعض ما شاء الله، والاقبال بقى اكثر واكثر اللهم لك الحمد. الحمد لله. الله. شكرا لك يا عبد الله، نورت مشروعات صغيره. الله يخليك، انت نورتونا والله، نورتونا جدا. الإمكانيات المتاحة للمشروع الصغير. تشمل هذه الإمكانيات الطاقة الإنتاجية، الطاقة التخزينية، حجم المشتريات، الخدمات المقدمة للعاملين، الخبرات الإدارية في التسويق، التخطيط ونظم المعلومات، القرارات المالية. تعد هذه الإمكانيات محدودة في المشروع الصغير، وتلتصق بسمات صاحبه الشخصية ومدى خبراته وتأهيله العلمي. درجة الانتشار: ينتج المشروع الصغير بشكل محدود، وغالبا ما يكون مستهلك هذا الانتاج في إطار وحدود منطقة إقامة المشروع. يعني ذلك أن درجة الانتشار للمشروع الصغير ومتناهي الصغر محدودة جدا. موضوعات مهمة مرتبطة بالمشروعات الصغيرة هي أمور متعددة، منها جودة الإنتاج، نوعية المنتج، الشكل القانوني للمشروع، ونظم السجلات والملفات، وكذلك النواحي التنظيمية والإدارية. مشاهدينا، بتمنى حلقة النهاردة تكون نالت إعجابكم. تزورونا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد حلقة جديدة من مشروعات صغيرة.